الحمد لله الخافض الرافع حجب الجن عن غيبه بعد ان كان لهم في سماء مواضع. انزل القرآن نورا يتلى فاذا الناس محجوب وسامع. اذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، واذا استمع له الحزين هان في عينه كل ضائع. عش في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، فكلنا في الدنيا ضيوف والضيف لابد له من الرحيل. لا تشتكي من الايام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا مدام آخرها الرحيل. وعيش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل، ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابكي على صاحب لك خاب ظنك فيه. ليلة المعراج أراد النبي محمد أن يخلع نعليه، فنودي يا محمد لما تخلع نعليك؟ قال يا رب خشيت مرارة الطرد وعظمة الرد، وخشيت أن ينادى علي كما نودي على موسى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. يا محمد ما تصلوا على سيدنا النبي. يا محمد ان كان موسى اراد فانت المراد، وان كان موسى طلب فانت المطلوب، وان كان موسى منا قريب فانت الحبيب. سل ما شئت فاني سميع قريب مجيب. اللهم اني لا اسألك آمنة التي ولدتني، ولا فاطمة ابنتي، ولا حليمة التي ارضعتني، ولكن اللهم اني اسألك امتي امتي. يا محمد انا رب لطيف وانت نبي شريف، وامتك خلق ضعيف، فلا يضيع يا محمد الضعيف بين اللطيف وبين الشريف. وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، تقول امتي امتي وانا اقول رحمتي رحمتي. اخوة الايمان والاسلام، في هذه الليلة الاولى من نوعها بمحافظة المنوفية، ليلة تكريم ام الغالية ومربية فاضلة فاضت روحها الى السماء، فحزنت لفراقها الارض واستبشرت بلقياها السماء. حرم المرحوم باذن الله تعالى الحاج احمد عبد الوهاب بلال، والدة السيد اللواء محمد احمد بلال مساعد الوزير لمكافحة الارهاب بمحافظة المنوفية. باسم العائلة الكريمة عائلة بلال بعموم جمهورية مصر العربية، بخالص الشكر لمعالي السيد الوزير محافظ المنوفية والسيد اللواء اركان حرب قائد الجيش الثاني الميداني والسيد مندوب رئاسة الجمهورية ومندوب السيد وزير الدفاع والسيد مدير عام المخابرات العامة. باسمهم جميعا اتوجه بخالص الشكر للسادة العمد، عمد محافظة الغربية اولا، حمادة بيك بريك، والحاج رضا مختار بريك،
والاستاذ ممدوح بريك سمين جميعا توجه بخالص الشكر لصلاح بيك ابو حسين ومحمود بيك نور ابو حسين وعم الحاج جمال ابو خشيم والمهندس همام سمير نصير باسمهم جميعا اتوجه بخالص الشكر للسيد عبد الله بيك طايل عضو مجلس الشعب المعروف باسمهم جميعا اتوجه بخالص الشكر لكل من القيادات السياسية والشعبية باسمهم جميعا اتوجه بخالص الشكر للحج محمود بركات. ايها الاخوة المؤمنون اني ارى العيون تنظر الي لتاذن لي بالرحيل لان المقام ليس مقامي بل هو مقام القراء وحفظة القرآن وحامليه. شرفنا اليوم بصحبة عالمين من اعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الاسلامي ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك الذي نسعد به دائما عبر اثير اذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والامسيات الدينية والذي استمعنا اليه الجمعة قبل السابقة الى قرآن الجمعة من محافظة بورسعيد. كما سعدنا ايضا بالعلم والعالم القارئ المتميز احكاما وتجويدا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد ابن محافظة الشرقية. ايها الاخوة المؤمنون هيا نجلس سويا وكأن على رؤوسنا الطيرة من خشية الله داعيا معالي الدكتور عبد الناصر حرك الى منصة التلاوة. الله ربي اسأل له التوفيق والسداد ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين
تقع إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
البول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صلى الله عليه وسلم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
عليك. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. حقا لهم درجات عند ربهم، حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل القرآن هداية للمقبلين وجعل تلاوته بخشوع تهل دمع العاشقين وأخبر فيه أن الموت نهاية للعالمين وأننا بعد الموت مبعوثين، سنقف بذل وخشوع أمام رب العالمين، وترى يومئذ المجرمين في الأصفاد مقرنين، ليس هناك فرق بين ملك معظم أو إنسان مهين. استمعنا وإياكم خاشعين لهذه التلاوة الطيبة، تلاها عليكم علم من أعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والملقب بملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك.
باسم معالي السيد اللواء محمد احمد بلال مساعد وزير لمكافحة الارهاب بمحافظة المنوفية، اتوجه بخالص الشكر للسيد الوزير محافظ المنوفية والسيد اللواء اركان حرب قائد الجيش الثاني الميداني والسيد مندوب رئاسة الجمهورية والسيد اللواء اركان حرب مندوب السيد وزير الدفاع والسيد اللواء اركان حرب مدير عام المخابرات باسم اللواء محمد بلال، اتوجه بخالص الشكر لكل من القيادات السياسية والشعبية والسادة اعضاء مجلس الشعب والسادة العمد ومشايخ البلاد ومشايخ العرب باسمهم جميعا آل بلال، اتوجه بخالص الشكر لصلاح بيك ابو حسين ومحمود بيك نور ابو حسين والحج جمال ابو خشيم والمهندس همام سمير نصير باسمهم جميعا، اتوجه بخالص الشكر لعمد محافظة الغربية حمادة بيك بريك ورضا بيك بريك وممدوح بيك بريك باسمهم جميعا، اتوجه بخالص الشكر لمندوب السيد وزير الداخلية والسيد مدير امن محافظة المنوفية باسمهم جميعا، اتوجه بخالص الشكر لكل من توجه ولبى واجب العزاء في بيت من بيوت الواجب بيت بلال وعلى راسهم معالي السيد اللواء محمد احمد بلال. الهندسة الصوتية والضوئية وفخر قصور الضيافة المتحركة نقلناها لكم تحت ادارة الفراشات الحديثة والكهرباء ادارة الحاج عبد اللطيف شرف. اما الخدمات الفندقية الممتازة تحت ادارة المتر المحترم حسام طاحون، ستنقل هذه الليلة عبر موقعنا على الانترنت المهندس تامر عباس والمهندس ناصر صلاح.